المجتمع المدني في مصر الحقيقة بيواجه تحديات وعقبات كثيرة جدا. أحد هذه العقبات هي مشكلة القانون ومشكلة التمويل الموارد والتمويل الأجنبي والمحلي. وأيضا أحد من العواقب الأخرى التواصل مع منظمات المجتمع بينها وبين بعضها لتوحيد رؤيتها حول الوضع الراهن. طبعا بخلاف هذا البيئة التي يعمل فيها المجتمع المدني حاليا كلها بيئة تتسم بالشكوك وتتسم باختلافات كبيرة جدا حول دور هذا المجتمع المدني وحول ما هي المهام التي يمكن أن توكل إليه. احنا في لقاء تقوية الشبكة المصرية في إطار الشبكة المصرية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في إطار مؤسسة الأنالين كان لنا الاجتماع الكبير النهاردة في إطار برنامج دورك، وأيضا سيمتد على مدى يومين اليوم وغدا. كنا بنناقش مع منظمات المجتمع المدني المصري والمجتمع المدني المتواجد في إطار الأنالين في دول أخرى من البحر المتوسط وغيرها من أوروبا. كنا نناقش العقبات التي تواجههم هم أيضا في بلادهم والعقبات التي تواجهنا. الحقيقة مثل هذه الاجتماعات مهمة جدا لأطراف المجتمع المدني أنها تتلاقى تتناقش في العقبات التي تصادف عملها في الأطر والبيئات المختلفة، وثم يناقشوا مع بعض كيفية الوصول إلى حلول للتغلب على هذه العقبات. كانت أحد الحلول المطروحة كمقترحات للمجتمع المدني في مصر من ناحية الحوار وتبني مفهوم الحوار حتى على مستوى الأطفال الصغار في المدارس. على سبيل المثال من الأفكار اللطيفة جدا التي طرحت تنظيم رحلات لأطفال المدارس للتعرف على الثقافات المختلفة في ربوع مصر المختلفة، يكون في يوم عائلي للأسرة بتتعرف فيها الأسرة بالأطفال بالأولاد وبيختلطوا مع أسر أخرى من مناطق أخرى في الوطن، وفي إطار عرض للفنون المختلفة الفولكلورية لجميع أنحاء مصر. أشكركم ونلتقي دائما على خير.